أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس التاريخ بعنوان مصر تحت حكم الرومان. في الفترة يا أولاد التي ضعفت فيها دولة البطالمة، طبعا دولة البطالمة كانت بتسبق الدولة الإمبراطورية الرومانية، بدأت الإمبراطورية الرومانية في الظهور وتمكنت من السيطرة على معظم بلدان المطلة على البحر المتوسط، ولم يبقى أمامهم سوى مصر. عايزين نعرف مراحل علاقة روما بدولة البطالمة. مرت هذه المرحلة يا أولاد أو هذه العلاقة بثلاث مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الود والتبادل التجاري، حيث كانت مصر قوية في أوائل عصر البطالمة في الفترة الأولانية. بعد كده بدأت روما تتدخل في شؤون مصر السياسية في المرحلة الثانية، وبعدين زادت التدخل ده حتى سيطرت عليها عام 30 قبل الميلاد بعد معركة أكتيوم البحرية. بالنسبة ليوليوس قيصر يا ولاد، بعد ما قتل يوليوس قيصر أدى ذلك مقتله إلى قيام حرب أهلية، فانتهت بتقسيم الإمبراطورية الخاصة به بين قواده. فجي أنطونيوس خد الجزء الشرقي، حكم الجزء الشرقي، وبعدين أكتافيوس خد الجزء الغربي. بالنسبة للرومان وغزو مصر، بعد أن تولى أنطونيوس حكم القسم الشرقي جاء إلى مصر وتزوج من كليوباترا السبعة اللي هي آخر ملوك دولة البطالمة. طبعا الكلام ده كله أغضب أكتافيوس، وتوترت العلاقة بين أكتافيوس وأنطونيوس. طيب معركة أكتيوم البحرية دي كانت سنة 31 قبل الميلاد. طبعا لما توترت العلاقة بدأ طبعا أكتافيوس يعد العدة للدخول في حرب ضد أنطونيوس. هنا الأطراف أكتافيوس ضد كل من أنطونيوس وكليوباترا اللي كانوا متحالفين مع بعضهم، وبعدين أسبابها إن توترت زي ما قلنا العلاقة بين الطرفين بين أنطونيوس وأكتافيوس، وذلك بسبب زواج أنطونيوس بكليوباترا ومنحهم مساحات من الأرض التي فتحها لكليوباترا وأبنائها وأولادها، وأيضا إن قام أنطونيوس بالاحتفال بانتصاراته في مصر وليس في روما، مما أغضب وتوتر العلاقة بين أنطونيوس وأكتافيوس. طبعا النتائج بتاعت المعركة دي، انتصر أكتافيوس على أنطونيوس وكليوباترا وانتحر أنطونيوس، ثم لحقت به كليوباترا وأصبحت بذلك مصر ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد. عايزين نعرف بقى بعد كده مظاهر الحضارة في مصر أثناء حكم الرومان. أولا الحياة السياسية، نظام الحكم يا أولاد، خضعت مصر لإشراف أكتافيوس مباشرة، وحرم المصريون من الاشتراك في الحكم، وقام الرومان بوضع حامية عسكرية قوية للدفاع عن البلاد، ونظموا الإدارة طبعا غيروها إلى ثلاثة أقسام: مصر السفلى ومصر الوسطى ومصر العليا، واستخدم الرومان اللغة اليونانية كلغة رسمية بينما استخدموا اللغة اللاتينية في الجيش فقط. بالنسبة للحياة الاجتماعية، نشوف الهرم الاجتماعي في مصر أيام عصر رومان، نشوف أعلى طبقة وأدنى طبقة. عندنا هنا أول طبقة طبعا هي طبقة الرومان اللي هو المحتل، ودول الطبقة العليا وتولوا جميع المناصب وعددهم كان قليل. تاني طبقة يا أولادي هي طبقة الإغريق أو اليونان، ودول حصلوا على بعض الامتيازات مثل مثلا العفو من دفع بعض الضرائب. الطبقة التالتة اللي هما اليهود اللي كانوا بيتقربوا إلى المحتل الروماني، وبذلك حصلوا على بعض الامتيازات اللي تقربهم من الرومان. أدنى طبقة يا أولاد كانت المصريين، ودول طبعا كانوا يعاملون معاملة سيئة من الرومان، فأدى ذلك إلى قيام ثورات ضد الرومان. بالنسبة للحياة الاقتصادية، يعني الزراعة والصناعة والتجارة، فطبعا السياسة بتاعت الرومان الاقتصادية كانت صورة من صور الاستغلال الاقتصادي، حيث جعلوا مصر عبارة عن مزرعة
تزود روما بما تحتاجه من القمح، ولكن أيضا هم اهتموا بالإيه بالزراعة، اهتموا بشؤون الري، في حيث قاموا بإصلاح شبكات الري وتطهير الترع وإعادة بناء القصور. بالنسبة للصناعة، تطورت الصناعة بشكل كبير خاصة في مدينة الإسكندرية، ولم يتبع الرومان سياسة الاحتكار في الصناعة مثلما فعل البطالمة اللي هم كانوا محتكرين الصناعة، بل تركوها في أيدي في أيدي الأفراد. من أهم الصناعات صناعات النسيج والزجاج والبرد والعطور. بالنسبة للتجارة يا أولاد، كانت الإسكندرية أمام مركز تجاري في شرق البحر المتوسط، وازدهرت التجارة في مصر أثناء حكم الرومان، وذلك بسبب استقرار الأمن وإلغاء الرسوم الجمركية وارتفاع مكانة ميناء الإسكندرية. بالنسبة للحياة الثقافية والعلمية، هنجد أن مدينة الإسكندرية احتلت المركز الثاني بعد روما في المكانة العلمية والثقافية، زي مثلا عملت أقامة المسارح والاحتفالات الدينية ومجالات، وظهرت في مجال الطب والفلك والهندسة وشتى العلوم. كانت الإسكندرية تستضيف العلماء لإجراء البحوث العلمية. بالنسبة للعمارة يا أولاد، أقام الرومان العديد من المنشآت زي البوابات وزي أقواس النصر، وأيضا الحمامات العامة إلى جانب المسارح، وعندنا أيضا قاموا المعابد بالطراز المعروف، وكان الطراز طبعا طراز إغريقي روماني أو طراز مصري.